بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضرتك. بتكلم في تجهيز البيوت المحمية من الألف إلى الياء لحد ما بتزرع سيادتك، رغم إن أنا في فيديو الخيار الشتوي، تجهيز الخيار الشتوي، مش سايب أي حاجة خالص، وخدتك لحد النبات ما طلع، والله خدتك من أول التربة لحد النبات ما طلع، ولكن أنت للأسف الشديد يعني لازم تسأل تاني ولازم تتعبنا معاك تاني، تمام؟ ولازم يبدأ وهو بادئ كده. أنا من متابعين القناة، ولو مش متابعين القناة عادي خالص، وحد قال لك تابع؟ أنت بتتابع، بتتابع لنفسك، مش بتتابع ما بتتابعش لنفسك، ولا يخصني في حاجة. إذا كنت من متابعين أو من غير المتابعين، إن كنت مسيحي ما فارقة معايا، إذا كنت مسلم ما فارقة معايا، إذا كنت بوذي ما فارقة، مش فارقة معايا في أي حاجة خالص، أنا بخدم للإنسانية. بس جزانا الله جزانا الله، ما جزانيش الله وانت لا ولا غيرك هتجزيني الحمد لله يعني، تمام؟ ففتح دماغك بالله عليك معايا، ومعيب تبقى مهندس كبير ومتخرج من كلية زراعة جامعة ما عرفتش ايه، ومعرفت تفتح صدرك كده وفي الاخر تقول لي اصل المسميات مختلف. الرمز الكيميائي يا بيه ما بيختلفش في امريكا زي استراليا زي امريكا زي بتسوانا زي جنوب افريقيا زي مصر زي كل الدول، بوركينا فازو فيها كده، هو الرمز الكيميائي ما بيختلفش، ما تخترعش انت حاجات جديدة بقى، فاهمني؟ فأول ما بنبدأ يا جماعة، الأرض بتاعتك لو شلت المحصول أو أرض جديدة، اغسل الأملاح، اروي ري غزير جدا، عندك مية اروي ري غزير جدا لحد ما تغسل الأملاح، سواء بقايا الأسمدة اللي قبل كده أو لو أرض جديدة برضه بيبقى فيها قطاع من الأملاح، فياريت تغسله، كتر المية أو كتر الري بيغسل الحاجات دهيت. وبعد ما بتغسله بتلم الهواز بتاعتك أو الخراطيم على جنب، وبتبدأ تحط السماد البلدي بتاعك. معدل السماد البلدي بكم؟ حط اللي أنت عايز تحطه يا جميل، تمام حبيبي قلبي، حط زي ما أنت عايز تحطه. هتحط كتكوت، أنا بتكلم على البيت 500 متر يعني 69، هتحط كتكوت أهلا وسهلا، سماد كتكوت، كتكوت ساب للدواجن يا جماعة، ساب للدواجن، تشيكن مانيور بيسموه بالانجليزي، يعني اختار المسمى اللي يعجبك، عشان واحد بيقول لي يعني ايه كتكوت؟ يعني مش عارف سابت كتكوت في مصر ولا سابت كتكوت، دواجن يا سيدي، تشيكن مانيور يا سيدي، بس خلاص خلصت. ماشي، عايز تحط كومبوست حط كومبوست، عايز تحط سماد بلدي بس في الاخر يلزمني خالي من الحشائش وخالي من النيماتود. انا ما يخصنيش الحشائش، الحشائش كده كده هتطلع، ولكن يخصني خالي من النيماتوده، ما يكونش فيه نيماتوده بس، تمام؟ بتحط 2 متر، طن ونص يا عم كتكوت، تنزله لطن ونص كويس قوي، تحط 2 متر لو عندك كومبوست، 3 مش هيفرق في حاجة والله، ولو حطيت 4 ما هيفرق في حاجة، اللي ربنا قدرك عليه حطه وخلاص، تمام؟ نيجي لخلطة الأساس يا جماعة، نيجي لخلطة الأساس. احنا بنحط بالنسبة للبيت المحمي ده، هو عندك فيه 3 طرق، افهم معايا، أبوس ضوافر إيديك افهم معايا عشان تعبت. عندك 3 طرق، إما إنك أنت اول حاجه الكبريت ثابت في الثلاثه، تمام؟ مش عايز تحط كبريت انت حر، بس هو ثابت في الثلاث حالات اللي انا هقولهم دول. اول حاجه كبريت زراعي، تمام؟ في ناس بعد الكبريت الزراعي انا بحط ان بي كي، ان يعني نيتروجين، بي يعني فوسفورس، كي يعني بوتاسيوم، تمام؟ ان بي كي ده معناهم، تمام؟ طيب لما بحط الان بي كي، يا اما احط سلفات نشادر، سلفات نشادر اللي هي الان، والبي الفوسفور احط سوبر فوسفات، والكي احط بوتاسيوم محبب، تمام؟ لو انا هحطهم وده اللي في مصر على طول بيتحط، تمام؟ يبقى الكبريت احط معاه بقى لان ايه سلفات نشادر، الفوسفورس احط سوبر، البوتاسيوم احط بوتاسيوم محبب. طب النسب من ديت ايه لكل حاجه؟ بالنسبه لسلفات النشادر 25 كيلو، الفوسفور او السوبر تحط 50 كيلو ماشي، 75 كيلو، 100 كيلو ماشي، ما فيش اي مشكل، ولكن انا بحط 100 كيلو، تمام؟ البوتاسيوم عشان غالي كفايه عليك 25 كيلو للبيت ده هم، تمام؟ دول العناصر الكبرى، تمام؟ طيب في ناس هتستخدم الكبريت الزراعي وما عندهاش بقى القصه دي، بحالها ربنا مديهم فلوس بتوع الخليج عندهم ال 15 15 15، يبقى تحط الكبريت مع 50 كيلو 15 15 15، خلصت كده؟ طب بتقول لي ليه 15 15 15؟ لان فيها 15 نيتروجين و15 فوسفور و15 بوتاسيوم، فانت مش محتاج حاجه من اللي احنا بنحطه، احنا الغلابه في مصر، تمام؟ طيب هنروح في حاجة تانية بقى. في ناس هتقول لي أنا والله عندي الداب الداي أمونيوم فوسفيد اللي هو 18 44 زيرو، في 18 نيتروجين وفي 44 فوسفور وفيهوش بوتاسيوم، تمام؟ يبقى حط، أقول لك حط 50 كيلو من
الداب حط منه 50 كيلو مع الكبريت الزراعي اللي قلنا عليه 25 كيلو مع 25 كيلو سلفات بوتاسيوم، ودي نسب اجتهادية بحاول أوفقها لك. في كام؟ في 500 متر، تمام؟ في 500 متر يا جماعة، اللي هي الصوبة 9 في 60. واحد تاني فالح هيقول لي إيه، طب وفي الفدان نحط كام؟ يا عم الله يصلح حالك، الفدان اضرب في 8، اضرب الرقم اللي احنا حطيناه ده هو في 8، يبقى الفدان كام؟ اضربه في 8، لان الفدان 4000 متر. واحد فالح تاني هيقول لي لا اصل الفدان 4200، والنبي عارف يا اخويا انه 4200، مفيش مشكله يعني، عارف انه 4، انت ما جبتش التايهه يعني، يعني لو قلت مجازا 4000 ما تمسكش انت على ال 200 دول، انا عارف يعني. فحط ال 4200 ما فيش اي مشكل خالص، اضرب في 8 تمام، وتحط النسبه دي لو انت بتزرع في ارض بره، وقس على ذلك بقى الايه الباقي. طيب عندنا عناصر صغرى يا جماعه، حديد ومنجنيز وزنك. احنا حطينا اربع عناصر اهو، حطينا الكبريت وحطينا النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، تمام. عندنا عناصر صغرى ننساها؟ لا ما ننساهاش يا جماعه. نحط ايه؟ عندنا حديد ومنجنيز وزنك، حديد ومنجنيز وزنك. طيب دول مهمين؟ مهمين جدا. حط الحديد يا عم، حط لو عندك سلفات حديدوس، كبريتات حديدوس، صلفة يعني كبريت الله يصلح حالك، سلفات حديدوس، سلفات منجنيز، سلفات زنك، تحط منه كل واحد فيهم كام؟ حط الكبريت 10 كيلو، 5 كيلو، 5 كيلو، 5 كيلو منجنيز، 5 كيلو زنك، تمام؟ خلص الكوكتيل ده كليته سيادتك، وبعد اذن معاليك كده تخلطه خلط كويس. تعمل ايه؟ تخلط خلط كويس ثلاث اربع مرات، تروح وتيجي عليه، تحطه على بلاستيك على راس الارض بتاعتك، وثلاث اربع مرات عليه، تمام؟ اخلط كويس، ولو زهقت ريح شويه، خلي المدام تعمل لك كوبايه شاي، وبرضه ترجع تاني تخلط كويس. التكتلات ما تنساش تدقها كويس وتنعمها، علشان التكتلات دي لو جت تحت نبات وهي فيها سلفات نشادر مثلا هتحرق لك النبات ده هو. اوكي يا جميل، ربنا يصلح حالك يا رب، تمام. بعد كده بتخلطهم، بعد كده بتبدا شايف بنعمل ايه اهو. بعد كده سيادتك بتعمل ايه بقى؟ عندك سلفات نحاس او كبريتات نحاس حط، او جنزاره بيسموها يا جماعه، حط لك نص كيلو ولا حاجه، ما فيش اي مشكله. كعنصر كعناصر يا جماعه، اما مطهرات انا مش مقتنع بيها، لا هي ولا كبريت مطهرات، اما كعناصر شغال عناصر ما فيش اي مشكله خالص. مطهر مطهر بس ضعيف يعني، فاهمني؟ عشان نحط مشاتل الرز بتاع عشان الريم وعشان الحاجات ديت، اهلا وسهلا، غير كده يعني لا، تمام. بعد كده بنبدا ننصر، تجيب عيل فقيك كده راجل محترم بيفهم، ولو انت في شركة تختار واحد عنده امانة عشان التوزيع يبقى متجانس، ما يرهمهمش لك في حتة ويسيب لك الباقي على المصاطب كده، وبتبدأ تضيف المواد العضوية، السماد ده هو بتاعك ده، تمام. يبقى رقم واحد ضربنا الارض مية كويس، رقم اتنين حطينا السماد العضوي بتاعنا، رقم ثلاثة عزقنا الارض بالعزاقه، تمام. ويا ريت الجرار ما ينزلش كتير، لان الجرار ايه هيبهدل لك كتير، تمام، بالعزاقات. بعد كده بننصر زي ما انت شايف كده السماد، شايف التجانس اللي فيه السماد؟ التجانس اللي فيه السماد. بعد ما نصرت يا عم نصرة نصر نصر بالث، عملنا عمليه النصر، تمام، وانا عارف الخليجيين بس اللي انطقوها صح، نصر. بنبدا نعمل ميكس تاني او خلط تاني للتربه، اهو الراجل اللي عدى عليها تاني اهو بيخلط المواد ديت، عشان ايه؟ عشان ما تحرقليش الجذور. بنبدا نخلط المواد ده هي التاني، تمام. بتخلط المواد ده هي التاني يا عم المستشار، و بعد كده بتفرد الهواز بتاعتك او الخراطيم بتاعتك، وبتسيبها تشتغل ميه كويس 3 4 ايام، بحيث ان هي تتخمر ويحصل تفاعل كيميائي ونشاط كيميائي ما بين جسم التربه نفسه مع السماد المعدني مع السماد العضوي مع الفوسفور مع كل ده بيشتغل يا جماعه، كل ده بياكل في بعضه كده، وفي الاخر هيطلع لك قطاع في التربه محترم جدا، هيطلع لك قطاع في التربه محترم جدا. ده الغرض من عمليه ان انا الاول بروي، وبعد كده بحط السماد، وبعد كده بخلط السماد، وبعد كده انزل عليه ميه تاني، واسيب القصه دي كلها بحيث ان هي ايه؟ يبقى في نشاط كيميائي في التربه،
واسيبها لحد ما تبرد وتبقاش ما, تب ما, تب ما تحطش الحاجات دي وتروي وتزرع على طول، لان ديت من شأنها ان هي هتحرق لك الجذور بتاعتك. وبعد كده بتبدأ تحط الاهواز بتاعتك او الخراطيم، تفردها كويس وبتحط الملش بتاعك اهو وبتخمر، بتحط الملش بتاعك اهو. الملش عندك سادة، الملش ده هو الفايدة بتاعته ايه يا جماعة؟ الفايدة بتاعته قلناها في فيديو اسمه الملش، لو عايز تحضر وتشوف فيه ايه بالظبط. ده هو لو عندك فراولة وعندك طماطم وعايز ترقدها في الصوب، بيحمي لك الثمرة من ان هي تحتك بالارض بالتلامس بالارض ويعمل لك مشاكل. شايف انتظام الحاجة عامل ازاي؟ تمام. في مكان على فكرة في المساحات الكبيرة بيعمل الكلام ده، ولكن في البيوت المحمية صعب يتعمل، لان الاماكن البيوت المحمية اماكن يعني بتكون محدودة شوية. تمام، زي ما حضرتك شايف اهو الراجل بيعمل ايه، بيفرد اهو. والملش ده هو زي ما قلنا فايدته ان هو مش هيعمل لك نتح من التربة، فبالتالي هيقلل لك الرطوبة داخل البيت المحمي. رقم 2 هيحمي لك الثمار بتاعتك. رقم 3 هيمنع لك الحشائش. رقم 4 سيادتك احتفظ لك بالرطوبة مش خليك تروي كتير. رقم 5 ان هو هيدفي لك الجذور بالنسبة للشتاء، وخصوصا ان اللون اللي عندك لون اسود، واللون الاسود بيمتص الشمس. عشان كده المدام وانت نازل الصبح في الشتاء بتقول لك البس هدوم غامقة، وفي الصيف بتقول لسيادتك يا ريت ما عليك وانت ماشي كده رئيس مجلس الوزراء تلبس ايه، تلبس هدوم فاتحة شوية عشان خايف عليك من ايه، من ضرب، قصد من ضربة الشمس مش من ضرب النار. اوكي، بس يعني وخلاص على كده. وبالله عليكم يا ريت يا ريت الناس تركز، يا ريت الناس تركز. طلب اخير من اخواننا من احترامهم كلك، يا ريت محدش يتواصل بي على ماسنجر. انا لا بحب ماسنجر ولا بتعامل مع ماسنجر، بتواصل معك على الواتس عشان اخد راحتي في ان انا برد عليك برسائل الصوتية، لان ما بحبش الكتابة عشان ما تزعلش مني. وفي الاخر الناس كلها بتزعل، اللي يزعل يزعل واللي ما يزعلش هو حر. حياكم الله جميعا، وجمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.